وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل دكتور ايمان. صباح الخير استاذه هند، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الخير دكتور ايمان. دكتور ايمان، دخلنا في شهر ديسمبر بقى، خلاص كده العد التنازلي بقى لدخول فصل الشتاء رسميا، فسؤالنا بقى الاولاني كده، ماذا يخبئ لنا الجو هذا الاسبوع؟ لا انا حابه اطمن كل الساده المشاهدين ان الجو مستقر تماما على مدار هذا الاسبوع ومنتصف الاسبوع القادم ان شاء الله. في تحسن واضح في الاحوال الجويه زي ما احنا كلنا ملاحظين، الطقس بيكون دافئ اثناء ساعات النهار، بيكون في استطوع لاشعه الشمس على مدار اليوم، الشبوره المائيه بتكون خفيفه على الطرق في الصباح الباكر، لكنها طبعا احنا بننصح بالقياده بهدوء على الطرق السريعه والطرق الزراعيه لو في اي اماكن فيها شبوره مائيه بتقلل للرؤيه الافقيه. فيما عدا ذلك الطقس يعتبر مستقر تماما. بالنسبه لفرص الامطار ما زالت موجوده على السواحل الشماليه للبلاد، لكنها كلها امطار خفيفه غير مؤثره على انشطه الساده المواطنين، لانها امطار خفيفه جدا ما فيهاش اي مشاكل، الامطار المعتاد عليها مع نهايه فصل الخريف. طبعا برضه حابه انوه ان انتشرت شائعات في الفتره الاخيره ان في نوى جديده في اسكندريه، قالوا نوى يعني قويه جدا غير اللي فاتوا. ديسمبر احنا بنمشي طبعا كل هذا الكلام، الجو مستقر جدا ما فيش اي نواه قادمه ان شاء الله، في فرص امطار لكنها كلها امطار خفيفه. هو غدا الجمعه ان شاء الله 4 ديسمبر ده المفروض الميعاد اللي هم بيقولوا فيه نواه. بطمن كل الساده المشاهدين الجو مستقر تماما وفرص الامطار امطار خفيفه على السواحل الشماليه للبلاد، ما فيش منها اي مشاكل او اي خوف او اي قلق ان شاء الله ان شاء الله. طب دكتور ايمان، فرص الامطار هتكون امتى؟ يعني هل النهارده، هل بكره، هل يوم السبت؟ يعني فرص الامطار الخفيفه دي البسيطه على السواحل الشماليه مستمرة معانا النهارده وحتى يوم السبت، يعني النهارده والجمعه والسبت ان شاء الله، لكنها فرص امطار خفيفه كلها من يوم لحد ما فيش اي فرص امطار، والطقس هيكون مستقر تماما على مدار الاسبوع القادم ان شاء الله ان شاء الله. طب دكتور ايمان، حضرتك عارفه ان ناس كتير بتحب تسافر يعني اماكن كتير، واصلا شهر 12 ده شهر اعياد كده، فناس كتير بتحب تغير جو. اللي هيسافر على طرق فيها سلاسل جبال مثلا، يروح دهب، يروح شرم الشيخ، حضرتك عارفه الاماكن دي دلوقتي الجو فيها مثالي، يعني لو بالنهار دفى وبالليل يعني معتدل، فالناس تسافر اليومين دول عادي ما فيش امطار، ما فيش سيول، ما فيش اي حاجه في الاماكن دي تحديدا؟ الاماكن دي تحديدا ما فيش اي قلق منها، الجو مستقر جدا جدا، الطقس بيكون دافئ اثناء النهار وبارد اثناء الليل، مشمس طوال ساعات النهار، ما فيش اي مشاكل نهائيا في منطقه البحر الاحمر سواء الغردقه، شرم الشيخ، السخنه، كل هذه الاماكن مستقره جميل تماما في حاله الطقس. طب كويس. طيب بالنسبه لدرجات الحراره بقى دكتور، يعني من المتوقع انها تكون ايه؟ العظمى طبعا والصغرى يعني. بالنسبه للقاهره العظمى بتتراوح من 21 ل 22 درجه، الصغرى من 13 ل 14 درجه، السواحل الشماليه بتتراوح من 20 ل 21 والصغرى من 13 ل 14، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط يمكن درجه الحراره الصغرى بتنخفض شويه بتوصل لحوالي 10 درجات، اما العظمى بتتراوح من 23 ل 24، وجنوب الصعيد انا والاقصر واسوان وخليج وشلاتين من 24 ل 25 العظمى والصغرى 12 درجه مئويه، جنوب سيناء شرم الشيخ والغردقه من 24 25 درجه العظمى والصغرى بتتراوح من 15 ل 16 درجه مئويه. هل في اي فرص للرياح دكتور ايمان؟ برضو عشان ده مرتبط اكيد برضو بحركه الملاحه البحريه يعني. لا هو حتى يوم الاثنين القادم الرياح مستقره تماما، الرياح معتدله على معظم الانحاء وعلى البحرين الاحمر والمتوسط. يوم الاثنين هيكون في نشاط رياح على غرب البلاد فقط، ممكن يكون يسير للاتربه على اقصى غرب البلاد فقط. طيب اخيرا دكتور ايمان، واحنا بنودع فصل الخريف، يعني احنا شفنا تقلبات الفتره اللي فاتت دي والامطار كانت امطار ثلجيه على بعض محافظات الدلتا اللي احنا مش متعودين اصلا يكون فيها هذه الامطار الثلجيه، فهل من المتوقع ان في نهايه فصل الخريف يكون في نفس الموجه اللي شاهدناها قبل كده، ولا ان شاء الله الدنيا تبقى مستقره؟ هو طبعا بدا يكون في تغيرات مناخيه اثرت على العالم كله، وطبعا احنا كمان في مصر اتاثرنا بيها وبدانا نشوف ده بقالنا كام سنه، احنا بدانا نشوف امطار غزيره، عواصف ترابيه شديده، حاجات متغيرات كبيره في حاله الطقس. ففعلا هذا العام شفنا امطار كان مصحوبه بالبرد على مناطق من الساحل الشماليه ومناطق من الدلتا، وايضا وصلت على القاهره في الحاله اللي فاتت على بعض مناطق من شرق القاهره تجمع الخامس والشروق وصل عليها امطار مصحوبه بالبرد. طبعا وارد ان ده يتكرر تاني، لكن احنا لحد 10 ايام قادمه ما فيش اي حالات عدم استقرار، ما فيش اي فرص امطار غزيره او امطار فيها مصحوبه بالبرد، لكن طبعا وارد ان يحصل طبعا سواء في نهايه فصل الخريف او مع بدايه فصل الشتاء.
عموما احنا بنتابع مع حضرتك دكتور ايمان لحظه بلحظه، لو في اي حاجه ان شاء الله ناخد المعلومه الصح من حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه. اللي عايز يسافر يسافر ويمضي.